أولاً ما يسمى قانون قيصر هو قانون اليائس. هدف هذا القانون هو التأثير على الانتخابات الرئاسية القادمة. الرئيس الأسد سيبقى طالما الشعب السوري يريده أن يبقى. لذلك أقول لا نقلق بقانون قيصر، من أجل جعل هذا القانون فرصة للاكتفاء الذاتي والاعتماد على الأصدقاء والحلفاء. نسيت الشق الآخر. ثانياً، نحن في سوريا سادت قرارنا. يجب أن يعلم الجميع أن القيادة السورية تتصرف حسب أولوياتها وحسب حوارها مع حلفائها وخاصة الجانب الروسي. نحن بلد مستقل وذا كلمة واضحة. نحن نعتبر الصين دولة حليفة، والحوار بيننا وبين الأصدقاء الصينيين مستمر، وهم معاقبون مثلنا. قيم الكمامة لأسمعك لأنه صوتك واطي، شايفك؟ وهناك تشاور شبه يومي بيننا وبين الأصدقاء الروس. نحن في سوريا سادت قرارنا. نحن وإيران العلاقة عميقة جدا، التنسيق والتعاون مع الجمهورية الإسلامية قائم في مختلف المجالات. قيم الكمامة لكن ما عدا زراعة الزعفر.